السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. احنا النهاردة مشاهدينا هنكمل موضوعنا وحلقتنا اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، وهو التلعثم أو التردد في الكلام عند الصغيرين وعند الكبار. طبعا ده موضوع مهم وبيعمل مشاكل سواء كان طفل صغير أو طبعا لما يكبر. ممكن التعامل الغلط من المحيطين بيسبب مشاكل نفسية للشخص. وأنا طبعا عايزة أرحب بضيفنا دكتور أحمد الصباغ، طبيب التخاطب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. كنا مع بعض الأسبوع اللي فات وبدأنا حلقتنا عن التلعثم والتهتها زي ما بنقول، وكان لسه عندنا أسئلة كثير عايزين نسألها ونتكلم فيها. اتكلمنا عن التهتها والتردد في الكلام، لكن في سؤال، هل اللدغة دي نوع من أنواع التلعثم؟ ممتاز. أولا لازم نبقى متخيلين أن جهاز النطق لما بيجي يشتغل لسان عشان يطلع أي صوت، أو بقنا بشكل عام، يعني جهاز النطق عشان يطلع أي صوت، ده بيخلي جهاز النطق ياخد وضعية معينة. فمثلا عشان أقول الصوت، شفايفي واخده وضعيه معينه، اسناني واخده وضعيه معينه، الحنجره بتتحرك بحركه محدده وهكذا. طب لو بقول الوضع اتغير، وهكذا. فاللدغات ليس لها اي علاقه بمشكله التلعثم. مشكله التلعثم منظومه ضخمه جدا 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 فيها ارتباك ما، لكن اللدغات ببساطه ابسط بكده بكتير جدا، هو مجرد ان الراجل دوت مش عارف يحط لسانه فين. الطفل دوت بيحط لسانه في حته غلط فبيطلع منه صوت غلط. فلو مثلا الطفل ما هزش لسانه بشكل جيد في حرف الر كويس، ففتح شفايفه زياده عن اللزوم وما طلعش لسانه لفوق، هيطلع منه حرف اليه اوتوماتيك، فيقول لي اينب كويس، او جايز طلع لسانه لنفس الحته بس ما ادهاش الصفه المطلوبه كويس، اللي هي الهزه او الرعشه اللي احنا عارفينها في حرف الره ديت. طرد لسانه لبره بس بشكل سريع، هتطلع منه حرف اللام النب. تمام. اذا الاصوات في بقنا بتتغير وبتعمل بقى حاجه اسمها لدغه في حاله ان انا ما حطيتش لساني في الحته الصح. امال غه دي ايه؟ الغ نفس المشكله، نفس الحكايه برضه، نفس الحكايه. لو طلع الره غين، كل ما في الموضوع ان هو هز العضله اللي في الاخر خالص مدلدله من فوق كده من سقف بقنا اسمها اللهاء. لو هو حرك هذه اللهاء وهو جاي يقول حرف الره، وده مش مفترض انه يحصل مع حرف الره، غصب عنه هيطلع صوت تاني خالص اللي هو حرف الغين كويس، فيبدا يقولها لي اغنب. تمام. وكذلك اي لدغه عند اي حد. ففي ناس مثلا يطلعوا السين ث، طلع لسانه وهو بيقولها، يعني بنقولها ببساطه، فيقول لك فتو او اسد. تمام. ده كده طفل برضو كل مشكلته انه حاطط لسانه في حته غلط. يفترض ان اسنانك مقفوله وانت بتقولها، مش لسانك بيبقى في النص ما بين اسنانك. في ناس ممكن يطلعوا الكاف ت، في ناس بيطلعوا الجيم دال، في ناس بيطلعوا الجمله الشهيره الغين بيطلعها خ، يقول لك احيانا بيوقع الحروف، بيوقع النقط من على الحروف، فيقول لك بيقول الخحة وبيقول لك الغين عين. كل الحاجات ديت عباره عن ما حطش لسانه في الحته الصح، او ما اداش الصوت صفته المطلوبه. فيبدا يطلع صوت تاني خالص، وده كده ملوش اي علاقه بالتلعثم. وده علاجه ببساطه، بعرفه يحط لسانه فين. بس كده. طيب معانا تليفونات، نبدا ناخد اول تليفون معانا النهارده. ام منى. عليكم. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ الحمد لله انا تمام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك يا حبيبتي، تحت امرك، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا بسيادتك. انا بس كنت عايزه اسال حاجه. انا دلوقتي بنتي عندها سنتين وثلاث شهور كويس، بس هي ما بتتكلمش غير كلمات بسيطه، يعني هي بتقول كلام كلمه واحده لكن ما بتقعدش تتكلم. جميل. تقدري تعدي لي تقولي لي كم كلمه؟ نعم. تقدري حضرتك تقولي لي بتقول كم كلمه تقريبا؟ يعني مثلا 50 كلمه مثلا. كويس. وما تحطش كلمتين جنب بعض خالص، ما تقولش مثلا بابا جه، ماما اشرب. لا بتقول، يعني تقول يلا باي. كويس. يا الام بابا. طيب ثلاث كلمات. آه. ما تقدرش تحط ثلاث كلمات جنب بعض، ماما عايزه اشرب، ماما هاتي لي اكل. لا. مش للدرجه دي. كلمتين. طيب جميل جدا. البنوت ابتدي اديها تخاطب ولا استنى شويه ولا ايه؟ انا ابتديت اديها اوميجا 3 ووديتها حضانه اللي هي تعليميه، بس هي ببلاش غير ثلاث اسابيع هناك. ممتاز، جميل جدا. البنوتة متأخرة تأخر بسيط خالص، يعني ما يزيدش عن ست شهور بحالة من الأحوال. البنوتة عايزة بس تتعلم تكون جملة من ثلاث كلمات. فكل اللي هطلبه من ماما هي أدت المطلوب منها، من حيث إنها خلاص ودت للحضانة، والحضانة تعليمية زي ما ماما بتقول، خلاص ده بالنسبة لي كافي جدا. بس الفترة قليلة، ثلاث أسابيع، ما تبينش بوضوح البنت تطورها شكله إيه. ففي خلال ثلاث شهور لو البنت وصلت لمرحلة تقول جملة من ثلاث كلمات وبدأت تخش في جملة من أربعة، كده البنت أنا مش قلقان. لو عدى ثلاث شهور في الحضانة ولسه ما ظهرش أثر الحضانة على لغة الطفلة، أفضل إن إحنا نبدأ ناخد جلسات. بالنسبة لماما في البيت، لما تلاقي البنت بتقول قدام منها كلمات مفردة أو جملة من كلمتين، هطلب منها تقول قدام منها
جمله من ثلاث كلمات. فلو مثلا هي بتقول بابا جه، وانت جايه قايله لها بابا حبيبي جه، كويس عشان تسمع مني الجمله من ثلاث كلمات، تبدا بعد شويه تبدا تحاول تقلدك. ودايما بضغط شويه بستريس على الكلمه الجديده، هي قالت بابا جه، انا ضغطت على حبيبي عشان ازود لغه الطفله وساعتها تقول جمله من ثلاث كلمات، وهكذا نعمم المساله ديت على مدى اليوم على قد ما نقدر. زينات اهلا بيكي. مدام دعاء اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. الحمد لله يا حبيبتي. ممكن اسال الدكتور على حاجه بعد اذنك؟ معاكي طبعا، اتفضلي. كنت بس عايزه اسال الدكتور، عندي ابني رايح ثانيه ابتدائي. سامعاني حضرتك؟ طبعا اتفضلي. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. ابني عنده 7 سنين رايح ثانيه ابتدائي حضرتك. كويس. هو لو هو قاعد بيلعب لوحده بيتكلم كويس جدا. كويس. لو بتكلم معانا او مع بابا او مع اي حد، لما هو بيتكه في الكلام جامد قوي. كويس. اي حد بره البيت او جوه البيت برضه؟ يعني في اي حاجه، ناس وناس. ناس وناس. ولما اخواته كبر يشخطوا فيه يتكلم كويس، بس اغلبيه الوقت لما هو بيتكلم معايا مع بابا مع اخواته يتكه في الكلام. طيب خد اي جلسات يا فندم؟ لا حضرتك. طيب يعني افضل طبعا انه يبدا ياخد جلسات، واتصور انه غالبا بيتهته لما يبقى متوتر، طالما اخواته بيشخطوا فيه وبيزعقوا فيه بهذه الصوره. ويعني دايما غلط، ما حدش يزعق له طبعا، ده مش وضع تربوي صحيح ولا هيؤدي لاي شيء. والطفل لما حطيناه تحت ضغط زعقنا جامد فكلامه اتحسن، ده مش معناه ان احنا كل ما هنزعق كلامه هيتحسن، ده معناه ان هو عايش تحت ضغط بالزياده جدا. والحقيقه ان هو لما بيفك هذا الضغط مش هتحسن خالص، بالعكس الامور ممكن تسوء. فبنقول ان الطفل تربويا يفترض ان احنا بنستخدم اساليب اخرى للعقاب. ممكن ماما تحرمه من حاجه هو بيحبها، ممكن ماما تستخدم طريقه الابعاد المؤقت، التايم اوت، اقعد على الكرسي، انت معاقب ما تقومش من الكرسي بتاعك دلوقتي لحد ما اقول لك قوم، والفتره ديت لا تزيد عن عدد من الدقائق مكافئ لعمر الطفل. يعني لو عنده مثلا 5 سنين يبقى يقعد 5 دقائق، 6 سنين يبقى يقعد 6 دقائق، مش اكتر من كده. ولازم يبقى عارف هو بيعاقب ليه. في اولياء امور يعني بيستسهلوا فكره ان، او متخيلين فكره ان الطفل هيمشي على العجين ما يتلخبطش. دي فكره غلط طبعا، خصوصا الجيل ده. وبساله بوضوح، حضرتك عمرك ما غلطت وانت صغير؟ كلنا مين ما غلطش؟ اللي ما غلطش يرفع ايده. ما حصلتش. وبالتالي لازم نستوعب شويه ان الطفل بيتعلم، مش يعني بنزقه او يعني بندفعه او بنمشيه على العجين ما يتلخبطش. الفكره دي غلط. الطفل لما يغلط دي فرصه ان انا اوجهه عشان يعرف ايه الصح. والصح عمره ما بيتعلمه الطفل من لحظه او من مره او من امر. المساله دايما متكرره جدا، التربيه دايما كده، تكرار في تكرار في تكرار حتى تستقر العاده في شخصيه الطفل وفي طبيعته. الزي والشخط والنرفزه والعقاب المستمر سيؤدي بالطفل انه كاره المحيطين به، وما اظنش ان حد فينا هيبقى مبسوط لو لقى ابنه بقى بيكرهه. طبعا. طيب ويا دكتور، الاطفال الصغيرين لما بنيجي نحاول نضغط عليهم ان هم يتكلموا بدا ينطق وعايزينه ينطق اكتر، الضغط ده ايوه قول اتكلم، ده غلط؟ طبعا. افترضي حضرتك معايا احنا كده كناس حتى كبار، كل تعاملي مع حضرتك عباره عن مجموعه من الاوامر، اعملي 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 اعملي، بعد شويه هزهق مش عامله اخبطوا راسكم في الحيطه مش عامله حاجه، هتعملوا فيا ايه يعني؟ كويس. الطفل برضه انسان له مشاعره وله تفكيره، وبعد كده اوتوماتيك بيتحول لطفل عنيد، وتلاقي اولياء الامور يقول لك ما بيسمعش كلمه الا لما نعمل ونعمل ونعمل. طب ما هو عشان حضرتك انت اللي عودته على كده. الحياه مش اوامر، انت حضرتك وجه الطفل مش اديله اوامر. بمعنى حول الامر الى لعبه، ودايما نستخدم كلمات الشيك المهذبه اللي احنا كلنا بنستخدمها بره البيوت، نيجي جوه البيوت ونبطل نستخدم الحاجات ديت. يعني اتفضل وتفضلي وبعد اذنك ومن فضلك واشكرك، شكرا ان انت عملت كذا، كتر خيرك انت عملت كذا. الحاجات دي احنا بنستخدمها كتير جدا بره البيت. نيجي جوه البيت مع اولادنا ننسى الحاجات دي تماما. كما لو كانوا هم يعني ايه شويه قطع شطرنج نشيلها من المربع ده نحطه في المربع دوت، مش من المفترض ان يكون له اي رد فعل. ده طبعا تصور خاطئ تماما عن شخصيه الطفل. فالطفل انا افضل اكتر ان احنا نطلب منه ونقول له شكرا، انا هحبك اكتر لو عملت كذا، انا هديك مكافاه لو عملت كذا، هات بوسه، هات حضن، حتى تسقيفه، هنعلن نجاحاته امام الجد والعم والخال، بيسمع الكلام، ولد شاطر، عمل النهارده كذا في المدرسه، ارفع من معنوياته واديله ثقه في نفسه وامدحه. وما تقلقش من قصه ان ابنك بيمدح فاحسن يتنفخ علينا. لا، سيبه ينبسط، ولما يبقى يتنفخ نبقى نشوف نعالج المشكله دي ازاي، لكن ما تحبطوش من اولها. معانا رشا. اهلا يا رشا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا حبيبي دكتور، معاكي. اهلا وسهلا. ابني عنده 4 سنين ونص،
وهو يا دكتور كان بيتكلم كويس جدا وهو صغير، وبعد كده رجع بدا يتهته لوحده، وبعد كده يا دكتور لوحده من غير تدخل اي حد بيرجع تاني ان هو يتعدل، وبعدين كنت بعد كده رجع يتهته تاني وقعد فتره طويله لدرجه ان انا وديته لدكتور نفسي اطفال وكده، وقال لي لازم يروح حضانه، وبالفعل نزلته حضانه يا دكتور وكده، وبعدين هو اتحسن جدا جدا في الحضانه، قعد فيها حوالي شهر واتحسن كويس جدا فيها، لكن رجع بعد ما بعد فتره من الحضانه لقيته رافض تماما ان هو يروح الحضانه يا دكتور. هو يعني الى حد ما طفل مدلل شويه، بس هو دلوقتي رافض تماما ان هو يروح الحضانه، ورجع بدات التهتئه ترجع له تاني، فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب هو خد جلسات تخاطب حضرتك ولا ما خدش؟ كان نفسي، كانت جلسات نفسي يعني، هو انا نفسي فقط تخاطب، قالوا لي لا هو محتاج نفسي تاهيل علشان يتكلم كويس. هو دلوقتي انا خايفه اوديه الحضانه يا دكتور لحسن يعمل نتيجه عكسيه ليه، بس انا مش عارفه اتصرف ازاي، اوديه ولا لا، ولا اعرضه على دكتور نفساني. هو خد هو ما خد جلسات نفسي يعني، قالوا لك ان هي عنده ايه مشكلته النفسيه يعني؟ قالوا لي ان هو مشكلته ان هو ممكن بيخاف شويه، ان هو مش اجتماعي يعني، محتاج ان هو يختلط مع اطفال في سنه علشان يتكلم معاهم وياخد ويدي معاهم يعني، والكلام عنده يتحسن. حبيبي جميل. يعني عنده انطواء وخوف. جميل. دلوقتي احنا قدام مشكله مركبه من جزئين، اتعرض على اخصائي نفسي فهو شايف بوضوح ان في مشكله عند الطفل، وانا كاخصائي تخاطب بقى شايف بوضوح ان عنده برده مشكله في كلامه. فانا شايف انه ياخد نوعين من الجلسات، جلسات مع لتعديل هذه السلوك والارشاد النفسي للطفل وللوالدين، والتخاطب معنا احنا. يعني تمشي في الحاجتين، ما ينفعش توقف بقى، تمشي في النفسي طبعًا. مع التخاطب مع بعض طبعا. هم يحلوا اصل المشكله الخاصه بيهم او من وجهه النظر او من البعد بتاعهم، واحنا كمان نشتغل على الجزئيه بتاعتنا، لان واضح انه ما اتعلمش يتكلم ازاي. ركزنا فقط على مساله دمجه ودمجه ودمجه، والجزئيه دي بالذات بترد على السؤال اللي هي بتساله. اذا كان المطلوب بوضوح ان الطفل يندمج، يبقى ما ينفعش نقول انها مش هوديه حضانه. انا بقى كمان عندي في التخاطب هقول لها ما ينفعش نقول ان مش هنوديه حضانه. ليه؟ لو الطفل استقر عنده ان انا مش هروح الحضانه عشان انا بتهته، صدقيني هيفضل يتهته عشان ما يروحش الحضانه. الحضانه عباره عن مهام والتاسكس وواجبات ومسؤوليات طبعا. وكمان فيها اندماج وانا كاره الاندماج، وبالتالي هنفضل سايبينه في البيت بقيه العمر، عايز يرتاح، مش هينفع. مش هنفضل سايبينه في البيت طول العمر طبع. انا رايي لازم يروح حضانه ويتعرض للموقف، بس ممكن ناجل دوت شهر او اتنين، نكون اشتغلنا شويه تخاطب عشان نعلمه ازاي كلامه يبقى احسن، وياخد شويه جلسات تعديل سلوك علشان ندمجه شويه، وبالتالي ما يلاقيش عنده حجه انه يروح الحضانه. هيمر بالموقف، هيمر بيه وتجربه هيمر بيها. اذا ما كانش النهارده في الحضانه هيبقى بكره في المدرسه. فالحضانه دائما ابدا بتبقى شيء ممهد للمدرسه. ففتره كويسه جدا لازم ان نحرص عليها. طيب معانا تليفون كمان. كريمه اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا وسهلا حضرتك. تمام. عايزه اسال الدكتور لو سمحتي. اتفضلي. انا عندي ابني في اولى ثانوي دلوقتي، وكلامه سريع جدا، ما بنفهمش منه، بيشتكوا منه في المدرسه ان هم مش فاهمين، بقى عصبي قوي. عرضته قبل كده على اخصائي فقال لي هو عايز يطلع 10 كلمات في وقت واحد فبيكسر الكلام، ورفض يتابع معايا. عصبيته بقى زياده لدرجه ان احنا بقينا مش قابلنا، وبقينا كمان بنتعصب عليه. بس كريمه انت عارفه طبعا الجيل الجديد الشباب هم بيتكلموا بسرعه، انا ما بفهمهمش. لا لا، بس هو في تكسير في كلامه. غير السرعه، غير السرعه حتى. بقول له وطي صوتك، بتكلم بالراحه فبنبدا نفهمه. ايوه. هو عصبيته زايده قوي. هو توأم، هو اخوه، ففي يعني حته كده ان هو حاسس دايما ان هو اقل من اخوه، فدي يمكن عندنا مشكله كمان. فانا مش عارفه اتعامل معاه، بقيت عصبيه في التعليم كمان. يعني انت قصدك في التعليم اخوه متفوق مثلا وهو اقل شويه؟ فعشان كده حاسس ان في مقارنه. ما تقارنوش ابدا. مش احنا اللي بنقارن والله، هما مع بعض في فصل واحد. وكمان هو ممكن في عصبيته يتعصب يغلط، فالمقارنه بتيجي من هنا. ان مثلا ده مؤدب وده عصبي والكلام ده، زياده عن اللازم، مشكله. فبقى عصبي قوي قوي لدرجه يعني فعلا بقت شديده، فانا مش عارفه انا كمان بقيت عصبيه معاه. لا طيب، انت اهدي كده ان شاء الله، حاجه بسيطه، اهدي كده وتبقي هادي كده معاهم، ودكتور احمد هيقول لك تعملي ايه. حاضر. طبعا المشكله دي برضو لها شقين، شق العصبيه والنرفزه واحساسه بالغيره مثلا من اخوه، او بعض المقارنه اللي بتحصل سواء من الوالدين او من غيرهم، بيتحطوا في الموقف عشان هم توأم وتفر. المهم ان في الاخر ده شق. عموما دلوقتي كل المدارس الحديثه يعني اللي ماشي على النظم العالميه بتفصل التوأم في المدرسه. صحيح. بيبقوا في نفس المدرسه، ده في فصل وده في فصل، ممنوع يتحطوا في فصل واحد. صحيح. وهي فعلا دي طريقه التربيه عشان ما يبقاش في مقارنه كده. صحيح. ده بياخد منها يعني
طريقه تدريس وواجبات مختلفه وامتحانات مختلفه وده مختلف فما يتقارنوش ببعض. هي الثقافه طبعا للاسف بتحكم المساله ديت. احنا الثقافه دي منتشره قوي في مجتمعنا المصري. غلط. ثقافه زي اخوك الكبير زي اخوك اشمعنى فلان طب اشمعنى ابن عمك طب اشمعنى ابن خالك ابن جيران طب ليه الاول على الفصل الاول هو احسن منك في ايه طب انت مهارات مختلفه بالظبط. احنا عندنا التفوق عندنا هو المدرسه وبس طبعا غلط. ما بنحاولش نشوف ان ممكن يكون في تفوق رياضي ممكن يكون تفوق في الرسم تفوق في حاجه فنيه ما بنشوفش المزايا الاخرى مش شايفين غير التعليم بالظبط. ودي بيؤدي طبعا الى مشاكل نفسيه مشكله جامده جدا عند الطفل اللي ممكن يكون كويس في المدرسه بس مش الاول بس قد يكون الطفل دوت او الشاب بقى الولد الراجل الطيب دوت في المشكله ديت افضل نتعرض على حد نفسي خليته عنده عصبيه طبعا خصوصا هو في سن المراهقه طبعا صحيح هتعرض على حد نفسي بيتعامل مع سن مراهقه مش اطفال بقى أيوة. بيتعامل مع سن مراهقه كويس وان شاء الله يبقى لها حل وحلول بسيطه بعض الارشادات لاولياء الامور مع بعض جلسات لهذا الطفل ان شاء الله يتخطى هذه المشكلات. البوند الثاني هي الكلاترينج ده مش تلعثم ده كده مش تلعثم ولا هي لدغه. الطفل اللي بيتكلم بسرعه شديده جدا لدرجه ان ممكن يجي وقت انا نفسي مش قادر افهمه بعض الناس ممكن ما يفهموش قصدي ايه فبديها مثال كده بسيط من مسرحيه شهيره كده مسرحيه مدرسه المشاغبين زمان عبد الله فرغلي طلع في اول مسرحيه لو تذكري حضرتك وكان بيتكلم مع حسن مصطفى بسرعه شديده جدا ما نفهموش دايما لما بدي المثال ده الناس تفهم انا اقصد ايه. اللي بيتكلم بسرعه شديده جدا لدرجه ان الاخرين يقدروا يبداوا مش فاهمين هو بيقول ايه ده مشكله برضه كويس. ما انا الهدف من الكلام ان انا اوصل لك فكرتي فلو ما وصلتلكش بيبقى في مشكله طب فبنواجه النوعيه دي من الناس في المنتشره جدا برضو بنشوفها كتير قوي دلوقتي في الشباب اللي بيتكلم بسرعه جدا انا بتكلم بسرعه انا احد احمد بتكلم بسرعه بس الناس بتفهمني ايوه كويس لا بس جنب الشباب تعتبر بقى جايز ايه بس كده بس افهم حواسي ابني وعيني وكل حواسي فرق بيبقى انا بدل الشخط يعني شخص كده بتسيب بتاع جدا بسرعه فكره طب الاطفال بنطين بيمز تم بالشد على السبيد والكوع امتى قد ايه ولو خبط رزعوا كده حياتهم ده بطأ شويه بيتعفرطوا قصص كل حياتنا بقت بتجري بسرعه مش عارفه حياتنا بقت بتجري بسرعه والواحد بقى يسافر بره يلاقي الناس هادين واحنا بس المتوترين مالنا نهدى بقى شويه فطبعا النوعيه دي من الشباب او الاطفال لو الموضوع وصل لمستوى ان الاخرين بدا يشتكوا زي الولد دوت افضل ان احنا نبدا ناخد جلسات تخاطب. هي بتصب كلها برده في ابطاء سرعه كلامه بنديله شويه تكنيكس كده بتخليه ينشغل عن انه يخلص كلامه بانه يوضحه فعلا ده اهم كتير من ان انت تخلصه ان يعني انت توضحه بوضوح لان الناس بدات تشتكي. جلسات تخاطب يعني مثلا تقول له قول ايه مثلا هو مثلا بيكلمك بسرعه كده البعض بتفلح معاه بعض الاساليب البسيطه زي ركز في انك تبطئ مباشر بشكل مباشر كده ركز في انك تبطئ يعني لو انت بتقول جملتك سي مثلا في ثانيه خليها في 5 ثواني ماشي. ونبدا نتكلم على الساعه البعض بيستخدم اسلوب البندول عارف حضرتك بندول الساعه اللي هو رايح كده جاي 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 بنبدا نوريه البندول وهو رايح جاي واطلب منه يقول كلمه مع كل دقه مع كل حركه ده في حد ذاته بيبطئ كويس وبيديه 100 كده تخلي كلامه واضح غصب عنه مش هيقدر يعملها طب احيانا بتفلح معاهم واحيانا ما بتفلحش القصه ديت فيبدا الطفل يرجع تاني يرد فبنبدا نستخدم طريقه النفس بين كل كلمه والتانيه محتاجه منه تركيز شديد انك تبدا تاخد ما بين كل كلمه والتانيه نفس انا اسمي دكتور احمد الطريقه دي مزعجه جدا لكنها مؤثره جدا جدا طبعا جوه التدريب بما ان التدريب شيء جديد بيبقى الطفل مستغرب شويه مش عارف يتحكم فيها لكن بتفق معايا ان احنا جوه التدريب بنعمل حاجه جديده كويس بره خليك لخبط براحتك دلوقتي لحد ما يبقى شاطر معايا ببدا ازودها شويه واعممها فبطلب منه ان هو يمارس الاسلوب دوت لمده نص ساعه بس بره الجلسه كل يوم لما يبقى متمكن منها اخليها ساعه متمكن اخليها ساعتين ثلاثه وهكذا لحد ما يقدر يغطي طول الوقت وهو بيتكلم كلمه نفس كلمه نفس شاء ام ابى سرعه كلامه بقت طبعا أقل لو اتدرب على كده هيفرق كتير بقت اقل كتير وبالتالي كلامه بقى اوضح كتير لما بيلاقي نفسه نجح مع الاخرين وبدا كلامه باكثر وضوحا بيبقى شيء محبب بالنسبه لي انه يتكلم بالطريقه دي طيب احنا هنروح لفاصل نرجع تاني نكمل حلقتنا مشاهدينا خليكم معانا
ضيفنا طبعا مشاهدينا دكتور احمد الصباغ طبيب التخاطب، وبنتكلم عن التلعثم والتهتهه والنطق والتردد في الكلام. طيب دكتور، عايز اعرف من حضرتك بقى دور الاهل في حاجه زي كده، لما الاهل يلاقوا ان ابنهم عنده المشكله دي في اي سن بقى؟ حضرتك بتقول ممكن هو يبدا من اول ما بينطق سنتين ولا ثلاثه ولا خمس سنين، لو حصل له مشكله زي زعيق ولا خوف ولا اي موقف غلط اتحط فيه، او يكبر زي ما شفنا دلوقتي المشاهده بتقول ان ابنها بدا يحصل له مثلا مشاكل وهو في ثانوي، يعني في اي سن ممكن تحصل لحد من الاولاد، الاهل بقى يعملوا ايه؟ جميل جدا. الخطوه الاولى اللي انا بحب دايما يعني بنشر هذه الفكره، احنا اتعلمنا كويس جدا في المدارس الحمد لله رب العالمين، وخرجنا من جامعات عشان نشتغل، بس احنا ما اتعلمناش ازاي نربي، فمش كلنا عنده هذه الملكه طبعا. كويس، كلنا ممكن يشتغل ويكتسب مهارات الخبره العمليه في مهنته، لكن مش كلنا عندنا مهارات الخبره الجيده للتربيه. كويس، وبناء عليه زي بالظبط كده لما بقع في مساله مثلا شرعيه فمحتاج شيخ يقول لي ايه يجوز وايه لا يجوز، محتاج دايما في تربيه ابني اعرف اتعامل مع واحد تربوي ويبقى على تواصل مستمر معاه، واحد فاهم الاطفال وعارف تربيتهم وتوجيههم تبقى عامله ازاي اول باول، علشان اتخطى هذه المشكلات. واحيانا كتيرة بقول يا ريت كورس صغير مثلا كده واحنا في فتره الحمل عشان اول سنتين، وبعدين كورس لحد سن 7 سنين كورس صغير بس، وبعدين كورس لسن المراهقه، وبعد كده سيبوا الاطفال اللي يعيشوا حياتهم براحتهم بقى بعد يعني فتره الشباب بعد الجامعه وكده، ياخدوا قراراتهم براحتهم ويتحملوا مسؤوليه هذه القرارات. الحقيقه احنا ضاغطين شويه على اولادنا، ضاغطين على اولادنا كتير، انا دائما عندي هذه الملاحظه كتير جدا 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 من اولياء الامور الاطفال بالذات الاطفال المتلعثمين، بحس المشكله عندهم هم ضاغطين شويه على اولادهم، ضاغطين عليهم كتير شويتين ثلاثه اربعه، وده مخلي الطفل دائما متوتر. وبما ان هو طبيعه شخصيته طفل حساس، طفل اوتوماتيك محتاج اهتمام الاخرين، اوتوماتيك بيدي ردود افعال صعبه شويه للزعيق لشخط لضرب حاجات زي كده بتحصل، فبوضوح الاطفال ديت ما ينفعش نتعامل معاهم بهذا الاسلوب. ثقافه ان احنا نشخط في اولادنا دي منتشره شويه في المجتمع المصري، نضربهم نشخط فيهم نعاقب كتير، اولياء الامور بيجوا يسالوني اعاقب ازاي، ما بيسالونيش امدح ازاي، بيسالوني اضرب يعني اضرب ولا ما اضربش، ما بيسالونيش اكافئ ولا ما اكافئش. وبالتالي دايما ده متارك عندي انا هذا الاحساس، اتمنى ان يكون خاطئ، بس الحقيقه يعني التجربه بتقول لي ان هو منتشر جدا هذه الثقافه. احنا بناذي اولادنا كتير وبنتسبب لهم في مشاكل كتير ومتخيلين نفسنا بنربي، انت في الحقيقه اذيت ولم تؤدي الى التربيه. فبشكل واضح التلعثم بالذات نبدا في الاول بتجاهل هذه المشكله، فاذا وضحت الرؤيه عند هذا الطفل نبدا نغير احنا من اسلوبنا ونتكلم قدامه بهدوء. ما تسيبش ابنك يقول حاجه غلط، بس مش معنى كده انك بتضربه او بتشخط فيه، لو ابنك غلط وجهه، ولا تتوقع ابدا ان التوجيه هتكون ردود فعل الطفل مباشره. يعني مش انت قلت دلوقتي فالولد الحمد لله بقى زي الفل، مش هيحصل. انت هتقول الولد ده هيستجيب بكره او بعده او الشهر اللي جاي او السنه اللي جايه، دورك لا يتخطى مرحله التوجيه المستمر. حتى زملائنا بقى في تعديل السلوك دايما بيقولوا التصحيح المتكرر مع التدعيم الايجابي، تفضل تقول حبيبي انا عايزك تبقى شاطر تعمل كذا، عشان تبقى شاطر تعمل كذا، عشان احبك عايزك تعمل كذا، وبس، ولا تتوقع نتائج سريعه. دائما وابدا الامور بتحتاج لوقت، والطفل الخايف والمتوتر عرضه للحاجه اللي هو خايف منها بالتدريج. اذكر يعني قصه كده كانت شاقه جدا، طفل شاف مشهد في التلفزيون لواحد بيتحرق، فمرعوب من النار، مرعوب من الكبريت، مرعوب من حد ماشي في الشارع بيولع سيجاره، مرعوب جدا مرعوب جدا مرعوب جدا. كان رد فعل الوالدين مولعين البوتاجاز وقاعدين موقفين ورا قدام البوتاجاز عشان يشوفوا النار ويفكوا العقده، الحقيقه انهم دمروا نفسية الطفل طبعا. كل حاجة طفل قلقان منها أو خايف منها يفترض أن أنا بطمنه من ناحيتها، اللي خايف من القط، اللي خايف من زعيق بابا، اللي خايف من الصوت العالي، اللي خايف من أي حاجة لازم أهديه مش بوتره أكتر. التوتر الزايد هيزيد الأمور سوءا، وبالتالي ما يزيد بقى عن هذا التوتر من ضرب وشخط هو دائما وأبدا هذه الأساليب بتزيد الأمور سوءا مش بتحسنها. مي أهلا بيكي. ألو. أيوة مي اتفضلي. مدام دعاء ازاي؟ اهلا يا حبيبتي. معلش ممكن اسال الدكتور على حاجه؟ معاكي. بنتي عندها سنتين ولسه انا والده بيبي عنده شهرين. هي دلوقتي اي حاجه بتتنفذ على اي حاجه، اي حد ينفذها او تزعل من اي حاجه تروح ضرب. لغايه ان هي عصبيه جدا وعلى طول بتزعق وعلى طول بتصرخ،
واي حد يضايقها او اي حد يكلمها بتخرج هضربها. انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي، يعني اضربها او ازعق لها او اتصرف طيب معاها ازاي، غير ان هي عصبيه جدا. اسال حضرتك انت يا فندم عصبيه معاها او باباها عصبي معاها؟ ساعات بتنرفز عليها، يعني ما خلاص بيوصل المرحله اللي هي بتزيد اكيد بتنرفز عليها بقى، يعني بفقد اعصابي وبتنرفز عليها، ممكن ازعق لها انا او باباها يعني حسب الموقف اللي هي بتعمله، غير اللي هي ممكن تضرب اخوها باي طريقه بقى، باي حاجه ممكن تحلف مثلا لو حد نرفزها موبايل تروح رميه، اي حاجه قدامها ممكن تروح رميها على طول. غيرانه هي، عندها غيره طبعا، هي عندها غيره وعلى طول زعلانه، وهي حاسه ان هو يعني انا هي عشان هي مرتبطه بيا فعلى طول بقى هي متضايقه على طول شايلاه، وعلى طول هي انا ما بقتش انت ما تقدريش زينا. قدامها ما تهتميش بيه قدامها؟ انا بس مش بشيل، يعني انا بشيله بس يا دوبك عشان خاطر اكله بس مش اكتر، يعني انا مش على طول شايله، انا بس لا انا لا يعني لا انا واخده بالي من الموضوع دوت، انا بشيله بس عشان خاطر اكله. طبعا السن دوت حضرتك عارفه ان هو على طول عياط، على طول عايز يتشال، الله يكون في عونك. مش عارفه اعمل ايه بصراحه واتصرف معاها ازاي، يعني حتى اوديها حضانه ولا اعمل ايه؟ ماشي حبيبه قلبي. يعني مبدئيا الطفل الثاني له نفس احتياجات الاولاني، عايز اهتمام وعايز حنان وعايز العاطفه، كل ده من حقه ان هو ياخده، ومش من حق الطفل الاكبر الاخ الاكبر انه يحرمه من هذا الحق اطلاقا. وبالتالي لا انصح ابدا 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 بانها تظهر الاهتمام في وقت وتبطل في وقت اطلاقا اطلاقا. الغيره احساس رائع، احساس جيد جدا، هو اللي هيخليني بني ادم مرتبط بالاخرين، بس البنت مش عارفه توجه هذا الاحساس توجه سليم، وبناء عليه لا مانع اطلاقا من ان الطفله تغير، بس لو هذا تجاوز نبدا نشوف هنتعامل معاها ازاي. فالبنت دي تجاوزت في هذه الغيره، هنشوف هنتعامل معاها ازاي. لا مش معناه ابدا ان احنا نحاول نتجاهل هذا الاحساس، وان لا ما ما خليها عشان هي غيرانه سيب اخوها، لا 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 سيب اخوها ليه، لا لا ما تسيبش اخوها طبعا. كويس، انا شايف ان الطفله ديت لازم تتحمل مسؤوليه اخوها، لان هي الغيره منشأ الاحساس بان الطفل الجديد خد مني ماما، فهو لا هو ما خدش منه ماما، ده خد ماما وخدك انت كمان. كويس، انت كمان هتتحملي مسؤوليته. خليها تساعد في انها تاكله، خليها تساعد في انها تغير له، خليها تساعد في انها تشربه، خليها تساعد في انها تلبسه، خليها اخته الكبيره. كويس، انت اكبر منه. ويا سلام بقى لو قعدنا حكينا لها اخوك الصغير قال لي امبارح بالليل ان هو بيحبك جدا، قال لي ان هو انبسط جدا ان انت اكلتيه، زعل منك قوي لما مشيتي وسبتيه، كل الحاجات دي تخليها ترتبط باخوها. مش تبقى غيرانه منه، مش حاسه ان هو منافس ليها في حب ماما وبابا، لا هي حاسه بوضوح انها مسؤوله منه زي ما ماما مسؤوله منه. عشان كده انا وماما بنروح ناكله، انا وماما بنشيله، انا وماما بنلبسه وهكذا، الاحساس ده افضل كتير. البنت بقى طبعا لو عندها الامور اللي بتوصل لمرحله السلوك الفوضوي بقى، طفله بترزع وتخبط وتشيل وترمي وتحدف كل حاجه، هنلزمها بعد ما تفك من ثوره الغضب بتاعتها ديت ترجع كل حاجه مكانها. ولو الامر تطور فاصرت هنقوم جاي منزلين كل المكعبات بتاعتها على الارض وهنخليها تلمها واحده واحده. الوضع ده بيبقى مزعج جدا للطفل. لو تكرر مره او اتنين هي هتبطل من نفسها، لانه طبعا مزعج جدا، فهتلاقي نفسها مش قادره تعمل كده، لانها كل ما بتعمل كده بنلزمها ترجع كل حاجه تاني مكانها. وما ينفعش نستجيب لانفعالات الاطفال بهذا الشكل، مش كل لما الطفل يعيط اجري اشوف هو عايز ايه. لو هو مستوفي احتياجاته، اكلته شربته هننته لعبته، وبعدين دلوقتي انا مشغول، يبقى ما ينفعش تخلي بابا وماما مشغولين، بابا وماما مشغولين بيك طول الوقت. حضرتك هتشوف حاجه تعملها اساعده بانه يرسم يلون يشخبط اصلصال في النادي، ممكن جدا تروح حضانه يشغل جزء من وقتها، الحاجات دي كلها صرفت فيها ذهنها، وبعد كده ارجع اقعد معاك بهدوء. لكن لو زنيت وبدون سبب ما ينفعش استجيب للطفل، سيبه يعمل اللي هو عايزه. طيب معانا ميرفت، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا مدير رايق؟ اهلا يا حبيبتي. بس انا كنت عايزه اسال، انا عندي ابني عنده اربع سنين ونص. دلوقتي مشكلتي معاه انه بيتكلم كويس، يعني مخارج الكلمات نفسها كويسه، ذكي، شاطر جدا في الحضانه بتاعته، بس مشكلته انه ما بيعرفش يكون جمل لحد النهارده. ما يكونش جمله من كلمتين حتى؟ ما يقولش بابا فين؟ لا بيكون من كلمتين، لكن اكتر من اثنين ما بيعرفش. طيب كده ما يقولش ثلاثة خالص. جملة كاملة على بعضها من حوالي ثلاثة او اربع كلمات، بيجيب اول كلمة واخر كلمة بس. يعني مثلا واخد النهاردة في الحضانة رقم ستة. كويس. في الحضانة بيقولوا ستة، ستة اركان الايمان. تمام. فما بيعرفش يقول كده ستة اركان الايمان، يقول لك ستة الايمان. فهمت قصدك. ماشي.
فانا طيب. رحت كشفت عليه من حوالي اسبوع، رحت كويس. دكتور التخاطب وشافته كده، فقالت لي هو مشكلته ان عاوز جلسه لغويه لاني واقع في بند من 30 بند اللي موجودين عنده، كذا بند يعني. طيب فانا مش عارفه ده كده صح ولا ايه. فبتقول لي وبعدين قالت لي تاني ان ما عندوش لا مضارع ولا مبتدا ولا مفعول ولا مفعول به. طيب تمام موافق. فانا مش عارفه ده صح ولا لا، ادي له فعلا الجلسه عندها ولا امشي معاه ازاي، اعمل ايه؟ طبعا يعني طيب يعني زميله فاضله يعني ماشي حاضر يعني طبعا موافق جدا. طفل عنده 4 سنين ونص لسه اخره بيقول جمله من كلمتين، قليل جدا جمله من كلمتين يقولها طفل عنده سنه ونص سنتين يعني بكتير، لكن كده متاخر قوي. طبعا اوتوماتيك هيحتاج ياخد جلسات تخاطب لان هو متاخر لغويا، عنده جلسات بعض الناس بتسميها جلسات تنميه اللغه، ماشي اوكي. فهي بس الزميله قالت لها كده، فانا بطمن الام صح الاقصائيه ماشيه كويس جدا، الطفل ده لازم يقول جمل من 3 كلمات ونطورها نخليها جمله من 4 ونبدا ندخل عليها قواعد اللغه. واللي في سنه دلوقتي يفترض انه يقدر يوصل داخل على مرحله انه يحكي قصه على بعضها، فالولد مش كده، فهو متاخر كتير مش شويه صغيرين، لازم ياخد جلسات تخاطب. وماما في البيت زي ما كنت بقول بقى من شويه، لما تلاقي الطفل يقول جمله من كلمتين تحاول تزقه يقول جمله من 3 بانها بتسمعه جمله من 3 كلمات، فيبدا الطفل مع الوقت يحاول يقلدها بالتدريج. ولو الطفل بيجيب دايما الجمله ناقصه حاجه، يعني الجزميه بتقول كده دلوقتي، بيجيب الكلمه اللي في الاول وفي الاخر وبيسيب اللي في النص، علي نبره صوتك بس شويه في الكلمه اللي في النص، هيلقطها هيحاول يقلدها. فهيقول لك الكلمه اللي في الاول وتاني كلمه وهيسيب الثالثه لان دي قدرته دلوقتي، هتبقى جايه معليه صوتك تاني في الثالثه وهكذا. انا اخد ورد مع الطفل، اخد ورد، اعلي دايما صوتي في النبر ونبرتي في الحاجه اللي هو سقطها من كلامه عشان يحاول يلقطها فيقلدني فيها، مع الوقت اوتوماتيك جملته هتطول وان شاء الله يبقى كويس جدا. طيب احنا يا دكتور عندنا فاصل، هنروح مشاهدينا ونرجع نكمل تاني حلقتنا، خليكم معانا. معاكم مرة تانية مشاهدينا وبنكمل حلقتنا عن التلعثم وعن التردد في الكلام. التردد في الكلام غير التأخر في الكلام طبعا. طبعا طبعا. الطفل اللي بيتردد طفل بيتكلم، الطفل المتأخر طفل لسه ما اتكلمش زي حد من سنه. فلو مثلا الطفل عنده 4 سنين وعنده تأخر، قد يكون بيتكلم زي طفل عنده 3 أو 2 أو 1 حتى ما اتكلمش، ده كده يبقى عنده عفوا تأخر في نمو اللغة. لكن لو الطفل عنده 4 سنين بيكلم كلام طفل عنده 4 سنين بس على بال ما بيقول الجملة بتاعته يفضل ده حاجة تانية خالص اسمها التلعثم. ده موضوع وده موضوع تاني خالص. احنا دلوقتي مركزين على الطفل المتلعثم، اتكلمنا عن ايه هو التلعثم، اتكلمنا عن ممكن تكون اسبابه ايه، فقلنا ان في نظريات كتيره بتحاول تفسر الموضوع ده وان كان لم يحسم الامر علميا حتى هذه اللحظه. في اغلب نفسيا يعني اغلب الاعراض بتبقى في صوره تكراريه، فمعنى فيبدا الطفل يقول مثلا انا عايز اكل تفاح مثلا، اوكي. احيانا تبقى في صوره اطاله فيطول قوي الكلمه على بال ما يجيبها، انا عايز اكل تفاح. احيانا تبقى في صوره توقفات فالطفل يفتح بقه انا عايز اكل تفاح، ماما دايما تقول لك ايه، الولد بيغيب على بال ما يجيب الكلمه، يفتح بقه ويسكت ما يطلعش صوت خالص، وبعدين يوم جاي منفجر مره واحده ومطلع الكلمه. احيانا بتبقى في صوره حاجه اسمها انشطار داخل الصوت، فيبدا الطفل يبقى عمال ما يطلعش صوته، بيطلع حته من الصوت ويسكت، حته من الصوت ويسكت، حته من الصوت ويسكت، دي بنسميها انشطار. الاشكال دي كلها بنشوفها في الاطفال، كلها اشكال من او اعراض للتلعثم. من ضمن الاعراض ديت احيانا تبدا تحصل عليهم بعض اللزمات الحركيه، فالطفل يبدا يبربش بعينه، يكشكش جبينه، يهز في راسه او حتى يهز في ايده او رجله، احيانا بيقعد بقه يتعوج منه، عروقه رقبته تبان، كلها اعراض كلها محتاجه برضو ان احنا نبدا نفك المشاكل ديت مع الطفل شويه وهو بيتكلم ونهديه. مهم جدا الطفل دوت يهدى لانه متوتر قوي. العلاج بيصب بوضوح في ارشادات لاولياء الامور والجلسات بتاعه التخاطب. الارشادات العامه بقى، التجاهل ده شيء في غايه من الاهميه بالذات طالما الطفل مش مدرك. لو الطفل ادرك هنبدا ناخد جلسات. في حاله عدم الادراك برضو بفضل ان احنا ما نفاجئش الطفل، مفيش داعي نحط الطفل تحت مرحله اختبار كل شويه، كويس عايز اتكلم معاه عشان اشوف اخباره ايه النهارده، عايز افضل اتكلم معاه عشان اشوف اخباره ايه النهارده. نحاول ننسى الامر افضل كتير. ومهم جدا واحنا بنتكلم مع اولادنا نعمل نوع من التواصل البصري، يعني عيني في عين ابني، ما بقاش بكلمه وانا تايه عنه. طالما هو الطفل ده له احتياج ان احنا نهتم بيه يبقى لازم نديله هذا الاحتياج. مش بهمله، اتكلم مع ابني وانا عيني في عينه مش مطنشه. لو وقتي مشغول هقول له حبيبي بعد اذنك سيبني شويه اخلص بس اللي في ايدي، واول ما اخلص انفذ الوعد واروح له واقول له انا معاك اهو اتفضل
انا سامع ان انت عايز تقوله، وادي له فرصته انه يعبر عن اللي هو عايز يقوله بشكل جميل جدا. نتكلم معاه في المواضيع اللي هو المحببه بالنسبه له، مفيش داعي نتكلم في المواضيع اللي هي مستفزه المزعجه، مفيش داعي للنقار، مفيش داعي للاستفزاز، الغلاسه وغلس على الولد، نقر في الولد، مفيش داعي للقصه دي بالذات مع هذا النوع من الاطفال. والمفاجاه، قول لي بقى عملت ايه النهارده في الحضانه؟ مفيش داعي للاسلوب ده خالص مع الطفل، الطفل ده لوحده بيتوتر اوتوماتيك، التوتر بيقلب معاه بتلعثم. مش ناقص اسئله بقى. بالظبط. تمام؟ فخد الطفل بالراحه خالص واتكلم معاه بهدوء، ولما يتكلم تلاقي في كلامه اي حاجه خاطئه يعني من تلعثم وليس من اخطاء لغويه، يعني حرف الجر في مكانه، حروف العطف في مكانها، المذكر في مكانه، المؤنث في مكانه، كده دي حاجات نصلحها، لكن دي ما تتعلقش عليها خالص، سيبه يتكلم زي ما هو عايز يتكلم. ده في حاله ان الطفل غير مدرك. في حاله ان الطفل ادرك هتبدا تنفذ الواجب المطلوب منك في جلسات التخاطب، لان كل مرحله ولها الواجبات الخاصه بيها، بتبدا من اول الهدوء والاسترخاء وارشادات الاولياء الامور وتقليل سرعه الكلام وصولا الى مساعده الطفل ان هو يتكلم وهو بيحرك عضلات بطنه بطريقه اسمها سميث اكسنت، طبعا يعرفها اخصائيين التخاطب، دي حاجات متسلسله كده، كل مرحله ولي الامر لازم يستوعبها كويس عشان هيساعد ابنه يتكلم بيها. وكلمه سر كده يعني بقولها، لازم نقدم لاولادنا قدوه، ما نبقاش احنا بنعمل الغلط قدام منهم في كلامنا كويس او في اسلوبنا او في نرفزتنا وبعدين نطلب منهم هم يبقوا كويسين. ما ينفعش انا اتكلم بسرعه شديده جدا وابني بيقلدني يقوم جاي يقول له لا اسكت انت بقى واتكلم بالراحه عشان انت عندك تلعثم. لا، عايز ابنك يتكلم بالراحه اتكلم بالراحه، هيقلدك لوحده وهيبقى كلامه احسن كتير. ام ريتاج اهلا بيكي. ايوه دعاء، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. الحمد لله، الله يخليكي. بس كنت عايزه اقول للدكتور ان انا بنتي بس عندها يعني وظايف المخ ضعيفه. انا عندها كم سنه؟ اتفضلي. الو، سامع سيادتك، اتفضلي يا فندم. عندها كم سنه؟ ايوه، عندها وظايف المخ ضعيفه. عندها كم سنه هي؟ هي عندها 3 سنين ونص. طيب، ورحت يعني بيها دكتور في المنصوره وكده وشخص الحاله ان هي كده، وبتاخد ادويه واديتها شخص الحاله ايه يا فندم؟ نعم، شخص الحاله ايه؟ ان هي في وظايف المخ ضعيفه. طيب، سي بي فضل. بس مش سي بي، يعني مش ضمور كامل. كويس، فاهم قصدك، اتفضلي. فالمهم هي دلوقتي انا بحس ان هي بتتحسن وكله، بس الكلام مفيش برضه يعني. طيب حركيا اخبارها ايه دلوقتي؟ لا، العلاج الطبيعي تمام، بقت كويسه وبتمشي وكل حاجه كويس. طيب واخبارها ايه مع المدغ؟ لا مفيش بقى، موضوع المضغ والكلام حتتين دول لسه بقى مفيش. طيب اي حاجه. طيب بدانا تخاطب ولا لسه؟ بدأ تخاطب بقى لها بتاع 6 شهور اهو. طيب حاسه بتحسن حضرتك؟ هي بدات بس تطلب، هي كانت الاول بتطلب الاكل والميه وكده، بدات تقول هم، بدات تقول بو، بدات تنده لي ما، تنده باباها با، يعني الكلمه مش واضحه بس نص الكلمه مثلا. معقول، كويس جدا في المرحله اللي احنا فيها. المضغ بقى هو المشكله عندي. ممتاز. حاضر، هقول لحضرتك. انا مش عارفه يعني اتصرف فيه ازاي، يعني حتى قلت للدكتور برضو قال لي دي مهاره. طيب هنتعلمها ان شاء الله. حاضر حاضر، هقول لحضرتك. البنت دي بوضوح محتاجه حاجه اسمها تدريبات لاعضاء النطق. العضلات جسمها ضعيفه وعضلات بقها هي كمان ضعيفه. دايما زمايلنا العلاج الطبيعي بيركزوا على حاجه اسمها العضلات الكبرى او المهارات الكبرى، فيبدا يساعد الايدين انها تتحرك، الرجلين انها تتحرك، الطفل يقف، يمشي، يزحف، يطلع، ينزل سلم وهكذا. ما بنفكرش كتير في المرحله ديت ان احنا نشغل اعضاء نطق الطفل، ودي يعني تعتبر خطا شائع، حاجه منتشره جدا. فينتهي الامر بالطفل انه مش قادر يمضغ حتى، وبالتالي مش قادر يحرك بقه عشان يتكلم. وبالتالي مهم جدا ان الطفله دي تاخد تدريبات لاعضاء النطق. سيستم كبير، قصه ضخمه جدا، بس ارشادات بس عشان احنا على الهواء دلوقتي وقتنا محكوم شويه. مهم جدا ماما تلبس جوانتي وتمسك لسان بنتها توديها يمين وشمال 10 مرات الصبح، 10 الظهر، 10 العصر، 10 المغرب، 10 بالليل. تدلك لها خدودها، تدلك لها شفايفها. البنت ديت مهم جدا ان احنا نخلي اكلها اكثر سماكه، يعني لو البنت مثلا اخرها زبادي ما بتقدرش تمضغ اكتر من كده، لازم الزبادي ده يدخل عليه شويه بسكوت، لازم يدخل عليه شويه رز، ناكلها رز بلبن، ونفضل نسمك في الاكل ان شاء الله. كل مرحله تاخد لها مثلا شهر بس في برنامج هتحط على مدى مثلا 6 شهور، البنت دي لازم توصل انها تاكل وتمضغ زيها زي اي حد. ده هيساعدها اولا انها جسديا تتحسن لانها هتاخد ماده غذائيه جيده، ثانيا هيساعد بقها انه يبدا يشتغل فتتكلم.
هي البنت المخ يعني قصه ان الجهاز العصبي يشتغل في مناطق الكلام بدات تظهر فعلا، فبدات البنت تقول هم، بدات تقول مبو، ده شيء عظيم جدا. وظائف المخ فيها خلل بسيط حسب دكتور المخ واعصاب ورؤيته للامر، انا موافق تماما، البنت كويسه جدا ان شاء الله هتتحسن وهتبقى كويسه جدا. باقي شويه تدريبات لاعضاء النطق واستمرار في جلسات التخاطب عشان نزود عدد كلمات البنت. رندا اهلا بيكي. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. انا بس كنت عايزه اسال الدكتور على حاجه، انا بنتي عندها 3 سنين وهي ابتدت تتكلم متاخر، يعني اتكلمت على 2.5 سنين بس، يعني طبعا فرق شاسع، هي الحمد لله بتتكلم كويس، بس هي دلوقتي كل ما بقول لها على حاجه لازم تقعد تعيد الكلام ورايا قبل ما ترد عليا. فكنت عايزه اسال، هي ده عادي ان هي مثلا عشان حبت ان هي بقت بتتكلم فبقت عايزه تتكلم؟ انا عايز بس حاجه عايزه استفهم من حضرتك، يعني انت لو قلت لها مثلا اسمك ايه تقول لك اسمك ايه وبعدين تقول لك اسمها؟ هي عندها قد ايه دلوقتي؟ 3 سنين. القصه دي بدات تظهر من امتى؟ لما ابتدت تتكلم. من ساعه يعني بدات تتكلم؟ كويس. طب انت عندك اي شكوى اخرى من سماعها مثلا او من قدراتها من ذكائها؟ لا 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 خالص، هي بس اتاخرت وانا هنا كمان عايشه بره، فكنت على طول قاعده انا وهي لوحدينا، هي ما بقتش تتكلم غير لما بقيت انزل اجازات عند اهلي، فبقيت تشوف اطفال كتير وناس كتير، فمن ساعتها بقى ابتدت تتكلم. بتلعب مع الاطفال مندمجه معاهم؟ جدا. كويس جدا. طيب هي بس يمكن في النطق عندها بس مشكله في حرف السين بتقوله سه. كويس. وساعات حرف الالف لما بيبقى في اول الكلمه ما بتقولهاش، بس مش دايما، يعني في كلمات بتقول الالف وساعات كلمات لا ما بتقولهاش. طيب افضل ان احنا نكشف على البنت كويس عشان بس ابقى مطمئن تماما. المشكله ديت ممكن تكون حاجه بسيطه جدا وممكن تبقى حاجه مؤشر مش كويس، فعشان بس نطمن نبقى محتاجين نكشف. بشكل مبدئي حابب ماما لما تبدا لما تسال الطفله حاجه وهتلاقيها بتقول نفس السؤال، يعني بقولها اسمك ايه، البنت هتقول لي اسمك ايه، او ما انا جاي معايا نبره صوتي بالاجابه، فالبنت مثلا اسمها هبه، اسمك ايه؟ هبه. اسمك ايه؟ هبه. اسمك ايه؟ هبه. هتقولي ايه؟ اسمك ايه؟ هبه. برافو عليكي، شاطره قوي. وكاني بعلم الطفل يفترض ايه يبقى رده. بما ان البنت دي بتكرر، ايه اللي هيحصل لما اعلي صوتي في كلمه هبه؟ انها هتكرر اخر حاجه هي سمعتها. بصوت عالي. فهتبدا مع الوقت تعرف ان المطلوب منها انها لما تسمع اسمك ايه تقول هبه، ما تقولش اسمك ايه. لو السيناريو دوت نجح مع هذه الطفله في خلال يعني مثلا 2-3 شهر بالكتير، بنت ان شاء الله تخطط هذه المشكله، وغالبا دي كانت حاجه بسيطه جدا في فهمها للمطلوب منها. كويس. لو الامور دي زادت عن كده يبقى احنا اوتوماتيك محتاجين جلسات تخاطب، وانا مبدئيا بقول يا ريت نبدا نكشف ما نستناش. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وان شاء الله يكون كل الامهات كده اللي اتفرجوا وتابعوا الحلقتين بتوعنا عن التلعثم والتردد في الكلام يكونوا استفادوا ان شاء الله يا رب. وشكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جمهور. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا اسيبكم دلوقتي مع تقرير، واحب اقول ان اكتر حاجه بتفرح الانسان لما يكون ناجح، لما يكون متفوق في حياته، والدراسه طبعا من اهم المراحل في حياه الانسان، والنجاح والتفوق فيها بيبقى ليه طعم حلو ما بيعرفوش غير اللي جربه فعلا. احنا هنشوف مع بعض دلوقتي نموذج للتفوق في الثانويه الفندقيه، ازاي كان طريق النجاح، ايه دور المدرسه والاساتذه في التفوق. تعالوا نشوف مع بعض التقرير. النهارده في مدارس سحاب الفندقيه جايين نعرف اكتر عن المدارس الفندقيه، لان احنا هنا في مصر مش كتير يعرفوا ايه هي المدارس الفندقيه دي. احنا طبعا بلد سياحه فمحتاجين نركز على المدارس الفندقيه، فجايين نقابل الطالبه وسام والطالبه دينا الاولى والثانيه على الجمهوريه، كلمونا كان ايه دور المدرسه في نجاحهم وان هم يطلعوا من الاوائل على الجمهوريه، ويدونا نبذه اكتر عن التعليم الفندقي في مصر ويعرفونا ايه هو. النهارده معانا دينا مصطفى زينهم الاولى على الجمهوريه، فعايزين بقى نتكلم معاها ونشوف مشوارها كان عامل ازاي. ازيك يا دينا، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. قولي بقى الاول انت جبتي كام؟ انا جبت في الاعداديه 98%. طب ايه بقى اللي خلاكي تختاري، ما شاء الله انت جايبه مجموع عالي جدا، يعني ايه اللي خلاكي تخشي مدرسه فندقيه ما اتجهتيش للثانوي العام؟ انا عشان بحب السياحه وكنت عايزه اشتغل في كارير السياحه، فانا اخترت ان هو مدارس سياحه وفنادق، يعني عشان ان انا ابقى بشتغل يعني عن حاجه انا عارفاها كويس. احكي لنا بقى ازاي قدرتي تجيبي 5%؟ انت الاول كدينا كده مع نفسك في المذاكره في المدرسه في البيت كنت بتعملي ايه عشان توصلي كده؟ والحمد لله طبعا بعد توفيق ربنا، يعني ده اول حاجه.
انا كنت بنظم وقتي، وكان السنه اللي فاتت دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي الدراسه والمذاكره، عشان انا كنت حتى هدف بالنسبه لي ان انا اطلع الاولى على الجمهوريه. طبعا المدرسه كان ليها دور مهم جدا، وانا لمست الدور ده علشان كان زي اختي كانت طالعه الثانيه على الجمهوريه سنه 2012، فانا اكتشفت اللي هو يعني المدرسه فعلا بتساعدها، ان هي يعني انا المدرسه اما لقيت ان انا دخلت بمجموع عالي اللي هو 98% من الاعداديه، هي ساعدتني وركزت عليا، وهي بتركز على كل واحد بيدخل متفوق ان هي بتعد ان هو يبقى مركز على الجمهوريه. وكان بقى ايه اللي بعد اما عرفت خلاص انت بقيت تقول على الجمهوريه الحمد لله، ايه كان دور بقى الدوله او المدرسه او الاسره؟ كان في حد عمل حاجه مختلفه او حسيتي ان الناس مهتمه بيكي؟ طبعا هو السنه دي كمان كان في اهتمام جامد جدا بالتعليم الفني، ان في ان احنا السنه دي بنتكرم زي اوائل الثانويه العامه بالظبط، يعني في الرحلات الداخليه للمصانع الزيارات دي كلها احنا اوائل الدبلومات مع اوائل الثانويه العامه. وكمان في رحله بتاعت ايطاليا الباسا دي احنا كلنا هنروحها كل الاوائل، يعني مفيش تفرقه. شكرا جدا يا دينا. شكرا لحضرتك. وهنشوف بقى دلوقتي وسام اختي دينا، زي ما دينا قالت لنا المدرسه كانت وصلتها ان هي جابت مركز الثاني على الجمهوريه، فنشوف بقى دلوقتي السنه دي هي عملت ايه في رحلتها التعليميه. واحنا دلوقتي بقى مع وسام، فنتكلم معاها برده نشوف رحلتها من اول كده بقى. ازيك يا وسام؟ الحمد لله. قلنا بقى كنت جايبه كام في اعداديه؟ 97. ما شاء الله. واحكي لنا بقى قصتك مع اختك، اكيد طبعا هي ما جت تخش بعد الاعداديه انت كنت بتشجعيها او اديتيها خبراتك برده اللي انت اكتسبتيها في السنين اللي انت كنت اكبر منها بسنتين، صح؟ فازاي بقى ساعدتيها او خليتيها تخش؟ هو اكيد كان المحاوله في ان الرغبه برده تبقى منها هي، هي برضو كانت متردده من ناحيه ثانوي عام او سياحه وفنادق، بس انا كنت بديها خبرتي مش اكتر. شكرا جدا يا وسام. ودلوقتي هنقعد مع مدام نعمه الحجاوي رئيس مجلس اداره، تدينا برضو فكره اكبر عن المدارس الفندقيه والتعليم الفندقي، وتورينا صوره بشكل اوضح. احنا دلوقتي مع مدام نعمه الحجاوي نائب رئيس مجلس اداره والممثل القانوني، تقول لنا بقى اكتر التعليم الفندقي عامل ازاي، والمدرسه ايه دورها هنا في التعليم الفندقي هنا؟ احنا دورنا ان احنا بنعد الطالب من ثلاث نواحي، الناحيه العلميه ودي طبعا اهم حاجه، بنراعيهم علميا خصوصا لما بنحس ان حد متفوق بنحاول نساعده انه يستمر على تفوقه وممكن يبقى اكتر كمان، ولو الطالب ضعيف جدا بنحاول برضو نرفع من مستواه، وبنعمل مجموعات مجانيه بنجيب لهم مدرسين متخصصين، وبندقق قوي في اختيار المدرسين. مثلا ما بنكتفيش بالمنهج الدراسي، يعني عندنا قسم مطبخ جايبين لهم الشيف شربيني الاب، بيديهم عشان لما يخرجوا لسوق العمل يلاقوا مش بس الاكلات اللي موجوده في الكتاب، لا يقدر يعمل اي حاجه. عندنا قسم خدمات بنعدهم، ممكن يبقى مضيف طيران او مضيف الطيران، ممكن يشتغلوا في قطع التذاكر، علاقات عامة، مرشد سياحي. عندنا كمان قسم المطعم بنجيب لهم الماتر دوتيل من اوتيلات الخمس نجوم، بيعلموهم الاتيكيت، ازاي يذوق الطبق، ازاي البنات بتقبل قوي على القسم ده، لان هم انت عارف برضو البنت في الاخر عايزه تتجوز وعايزه في بيتها بقى ازاي تقدم وازاي يبقى عندها اتيكيت يعني في كل حاجه. فاحنا كمان بنهتم بالناحيه الرياضيه والناحيه النفسيه. التعليم الفني بيمتاز كتير عن الثانويه العامه، اولا هو تعليم سهل. تعليم من خلاله الطالب يقدر يدخل الجامعه باسهل الطرق. الثانويه العامه زي ما احنا شايفين كل يوم مشاكل، كل يوم نسمع اللي انتحر، اللي ما جابش مجموعه وقعد طول السنه، الامتحانات الجايه مخالفه للمناهج، كل دي مشاكل بتقلب طلبه الثانويه العامه، تسريب الامتحانات. احنا في التعليم الفني ما عندناش الكلام ده خالص، بل بالعكس هو تعليم سهل وتعليم مقنن، ويا ريت ويا ريت يكون فيه اهتمام اكتر واكتر من الدوله، لسبب ان التعليم ده بيعد ناس متخصصين في كل المجالات. يعني احنا مثلا كسياحه وفنادق المفروض بتطلع طالب يقدر يشتغل مرشد سياحي، يقدر يشتغل في حجز سكر الطيران، يقدر يشتغل في العلاقات العامه، يقدر يشتغل في المطاعم، يقدر يشتغل في الشيف. فده احنا بنأهله لده، فبيبقى طالب مؤهل، بيطلع فني مؤهل علميا. تمام. مش زي ما يطلع واحد مثلا ايه بياخدها بالممارسه، لا ده بيبقى علم وممارسه.
احنا هنا بقى رايحين نشوف الاقسام العمليه، وهنخش الاول على قسم المطعم نشوف فيه. دلوقتي بقى بعد المطعم نخش نشوف كده المطبخ فيه. بعد ما شفنا المطبخ بقى وعمل السلطه، نخش نقف في المطعم نشوف طريقه التقديم بتاعتها عامله ازاي.